في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على الفيديو بتاع الشم الهيروين اللي بقى متداول على الفيسبوك، وفاجأ بفيديو تاني صفي ناز الرقاصة، يعني اسمها صفي ناز صح؟ صفي ناز الرقاصة، يعني اعرضوا لي الفيديو. هتشوف مسجد ما بين مأذنة وقبة مسجد، المسجد اهو ده مسجد قايتباي الاثري اهو، وصلت رأس اولا قيل ان هذا المسجد ده قايتباي، ماشي؟ ايه اللي حصل؟ لحظة، ايا كان اسم المسجد انت معاك ادي قبة مسجد وادي مئذنة مسجد منورة، مين بقى منهم لله يعني راحوا جايبين لك شاشة عرض لزقوها ما بين المئذنة والقبة وعرضوا فيديو راقص لصفي ناز الرقاصة، عرضوا فيديو راقص للرقاصة، يعني ده لازم رد سريع عنيف قوي، يعني ده انتهاك كامل يا اخي للمقدسات الدينية. يعني انت عايز بقى الشباب لا اخرجوا بقى عن شعوركم دينكم الكلام ده استفزاز. معايا على التليفون فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف. مساء الفل فضيلة الشيخ، وعايز اعرف تعليقك على هذا الفيديو ثم ماذا ستفعلوا، يعني اي اتخاذ اي اجراء يعني. طيب اقول السلام عليكم الاول. وعليكم السلام يا استاذ محمد. اتفضل. بداية هذا الفيديو عاري عن الصحة تماما، وهذا فيديو مفبرك، وطبعا لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال. احنا عندنا 6 مساجد اسمها قايتباي في المنيل وفي مصر القديمة وفي سيدة القاهرة القديمة وفي عند السيدة زينب وفي أماء وقلعة الكبش. كل المساجد هذه لما طبقنا الصورة عبر لجنة اليوم خرجت الصبح النهاردة عشان تطابق الصورة مع المآذن والقباب الموجودة، تلاحظ لنا أنها بعيدة تمام البعد عن هذه الصورة. يعني يعني ده مش قايتباي بس، وارد يا مولانا يبقى هي مسجد تاني يعني. لا 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 يا أستاذ محمد، هذه حملة مفبركة وحملة ممنهجة على مساجد مصر. يعني الفيديو ده كده فوتوشوب مفبرك؟ فوتوشوب نعم مفبرك، هذا ترويج من القنوات المشبوهة التي تعرفها أنت وأنا وجميع الشعب المصري. نعم. من أجل أن يقولوا أن مصر فيها، انظروا إلى مصر كيف بعد أن تركناها أصبحت إيه. لا أصل واحد يبقى مختل عقليا يعمل حاجة زي كده، وارد ونحاسبه. لا لا لا، هذا ليس بمختل عقلي، هذا عاقل تمام العقل وبيفبرك ويمنهج منهجة موضوعية من أجل أن يحارب الدولة المصرية، فلا ينبغي أن نردد هذا. هذا عار على الصحة تماما، ولا يمكن أبدا عاقل يقبله. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا هذا لا يقبله مسلم ولا قبطي ولا مسيحي ولا أي مخلوق حتى ليس له علاقة بالأديان. يعني تخيل لو شارب خمر، لو واحد بيشرب خمر في الحي ووجد صورة راقصة فوق المآذن فوق المسجد، يعني لو مأخذها لا يمكن أبدا، حيتنكر لها وحيرفض هذا الرفض رغم أنه يكون قد يكون عاصي لله عز وجل. لماذا؟ لأن الشعب المصري بفطرته متدين. خليني أشكرك فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على هذا التوضيح، والذي نفى فيه من خلال لجنة من وزارة الأوقاف نزلت النهاردة الصبح عدت على 6 مساجد تحمل اسم قايتباي، وتأكد أن هذا الفيديو مفبرك ولم يعرض. لكن معايا على التليفون نسمع وجهة نظر أخرى دكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية. تعليقك على هذا الفيديو دكتور سعيد، وهل تراه مفبركا أم حقيقي؟ أنا بس بقدم تحية لحضرتك وتحية للسادة المشاهدين. أشكرك. والبرنامج سيادتك كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. وأنا يعني بتكلم كمواطن مصري، يعني أي مواطن بيستاء جدا من نشر هذه الصور اللي بتمس المقدسات سواء إسلامية أو قبطية. دي أول حاجة. هل ده مسجد قايتباي الصورة اللي موجودة؟ الحاجة الثانية سيادتك ان مسجد قايتباي واحد من اهم سلاطين المماليك 784 هجرية. المنشآت بتاعته اي واحد مبتدئ يقدر يفرق بين
جامع قايتباي او غير جامع قايتباي. جامع قايتباي سيادتك بالحقيقه العلميه المجرده القبه بتاعته قبه عليها رسومات هندسيه. والجامع المعروض ليس قبه عاديه مضلعه عاديه. طيب هو احنا هو اللي فارق معاك ومعانا انه هو قايتباي ولا مش قايتباي؟ انا فارق معايا انه مسجد يعني. انت بتكلمني سيادتك كمسؤول عن الاثار. انا اسف صح. فانا طبعا بقول قلت لسيادتك كمواطن انا اساء جدا جدا مواطن مصري اساء جدا جدا من هذه الصور، ولا يصح ابدا ولا يجوز ابدا ان تكون المقدسات سواء اسلاميه او قبطيه تكون مستهدفه لمثل هذه التصرفات. حضرتك تقدر تميز كاثري المسجد اللي معروض في الفيديو ده ايه؟ فين؟ تبع مين؟ انا انت سيادتك الفيديو مكتوب عليه مسجد قايتباي، فانا بقول لسيادتك ان مسجد اجيب لحضرتك صوره ابعتها مسجد قايتباي اللي هو متسجل عند سيادتك في الفيديو ده، مسجد القبه بتاعته قبه عليها زخارف هندسيه. نعم، انا بشكرك دكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الاثار الاسلاميه، والكل وضح فيما يتعلق بهذا الفيديو. خليني انهي الجزء الاول من حلقتي النهارده.